سحب ان شاء الله. هنقول اخر ثلاث ارقام في التليفون، اخر ثلاث ارقام، وفوق بعد الحلقه مباشره على طول هيتم الاتصال بصاحب النصيب الجائزه الاولى وصاحب النصيب الجائزه الثانيه. هنقول اخر ثلاث ارقام عشان بس ما ينفعش نقول الرقم عشان ما حدش يسيء استخدام الارقام ليتم اعلانها على الهواء، لانه دي كمان امانه بالنسبه لنا وسريه الاتصالات مع حضراتكم. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. 15000 الاول. 15000 الاول بسم الله. من الاخر كده وقلب واعمل وظبط الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب يا رب يا رب. حضرتك اتفضل الاعلان، اخر ثلاث ارقام لو سمحت. اخر ثلاث ارقام 4 1 8. لو تحب الكاميرا تشوفه. أيوة. 4 ايوه 4 1 8. تمام. يبقى الفائز الاول او الفائزه الاولى احنا ما نعرفش مين، اخر ثلاث ارقام 4 1 8، هيتم الاتصال فورا بعد ما نخلص حالا، هيتصلوا بصاحب النصيب الفائز ب 15000 جنيه. نسحب صاحب النصيب الثاني او الثانيه اللي هو ال 10000 جنيه. اتفضل يا فندم. قلب شويه معلش. حاضر. قلب شويه. البولة صغيرة شوية بس. خلاص المرة الجاية هجيب صندوق. ماشي. ينفع؟ يا مسهل. اتفضل يا فندم. بسم الله. تاني. 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 10 مرات كمان. يعني شوية كده عشان الناس ايه؟ يعني تطمن. ممثل وزارة التضامن هو اللي بيتولى السحب، احنا بقول لحضراتكم الموضوع في منتهى الشفافية، في منتهى زي ما حضراتكم شايفين كده. نسحب. اتفضل يا فندم. اخر ثلاث ارقام برضو. برضو ايوه 119. يبقى اخر ثلاث ارقام من الفايز ب 10000 جنيه 119. اذا استاذ محمد ابو العلا سحب الرقم الاولاني ال 15000 والرقم الثاني ال 10000 جنيه، اخر ثلاث ارقام 119. هيتم ايضا التواصل مع صاحب او صاحبه الجائزه الثانيه وقيمتها 10000 جنيه. الف مبروك، هتشرفوني زي النهارده زي دلوقتي تكونوا معانا على الهواء، اتشرف بوجود حضراتكم معايا تسليم الجائزتين ان شاء الله الاربعاء القادم. تعالوا نشوف اولا